القهوه الدلجونه. خليني اقول لكم ايه المكونات اللي معانا النهارده. انا معايا مكعبات تلج طبعا، معايا لبن، معايا سكر، معايا قهوه جاهزه وقهوه جاهزه برضو مطحونه ناعم للتزيين، ومعايا شويه كاكاو. طيب، وزي ما قلنا ان احنا فكرتنا ايه في القهوه الدلجونه، فكرتنا ان احنا بنضرب القهوه لحد ما تعمل قوام المرنج او الويبنج كريم او كريمه الخفق، وبعد كده بنحطها على لبن بارد على مكعبات تلج. خليني اقول لكم كده في الاول، احنا عايزين معلقه عشان احنا محتاجين السكر قلنا والقهوه والميه يبقوا دايما قد بعض في الميكس ده. فخلينا نقول ان احنا هناخد اهو هو تقريبا معلقتين كبار من القهوه الجاهزه، عليهم معلقتين سكر و نحط عليهم تقريبا نفس الكميه من الميه سخنه. وبالمضرب الكهرباء بنبتدي نضربها تقريبا لمده قلنا دقيقه ونص او دقيقتين عشان احنا بنضرب الكهرباء، لو بنشتغل بايدينا مانيول بتاخد لها تقريبا حوالي 5 دقائق، فهي فيها شويه مجهود. قبل ما نخلص الضرب على طول هنحط شويه كاكاو على القهوه بتاعتنا ونديها ضربه خفيفه. وبنجيب بقيه الكاكاو كده بالمعلقه ونمكسه معاها بشويش، احنا مش عايزينها تفقد القوام بتاعها. بس تقليبة خفيفة كده ونبتدي نجهز بقى الكاسات بتاعتنا. زي ما اتفقنا هنبتدي طبعا بمكعبات التلج. وبعد كده ننزل باللبن. ننزل بالقهوة بتاعتنا فوقيه